السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله جميعا. وأيام مباركة، واشتقنا لكم صراحة عبر مساحات ديوانية آيات. أرحب بكم يعني بكل شخص موجود معنا، وشكرا على تواجدكم من بدايتها. والسلام عليكم ورحمة الله شيخ ناصر، كيف حالك؟ عساك بخير، أمورك طيبة؟ السلام عليكم ورحمة الله، يا هلا وسهلا مهندس حسام. أهلا بك، الله وحشتنا يا شيخ ناصر، يحييك عساك ويسعدك بخير. يا حبيبي، يحفظك وسلام الله عليك وعلى الجميع من الإخوان والأخوات، والله يتقبل منا ومنكم، وأيام مباركة وفاضلة، عسى الله يتقبلها منا ومنكم ويعيننا فيها على التقرب منه سبحانه وتعالى. اللهم آمين يا رب العالمين، اللهم آمين يا رب العالمين. أنا يعني خليني أقول أيضا شكرا باسم كل مستمع ومستمعة موجودين معنا الآن لآيات وللقائمين عليها، لأنكم فتحتم هذه المساحة بعنوان قارئ القرآن والمواسم الفاضلة. فشكرا لآيات على هذه السبيس، وإن شاء الله أن أرجع مرة ثانية كآيات إن نكون عند حسن الظن بإذن الله تعالى. وأرحب أيضا بالشيخ عبد الله صحيباني، نورتنا، وشكرا على وجودك وقبول الدعوة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون مساحة موفقة، وننتظر أيضا الدكتور يوسف خلال دقيقة بإذن الله يكون موجود معنا. أنا أرسلت لك الدعوة يا دكتور، بس لو تقبلها من خلال المايك اللي موجود في الزاوية عندك على اليسار، ونتشرف بوجودك معنا. نبدأ حديثنا إلى ما يكون الدكتور يوسف موجود معنا، ممكن يكون عندهم إشكالية تقنية. لكن قبل لا نبدأ بس أعطيكم فكرة عن المساحة. المساحة تنتهي تقريبا الساعة 10:30 تقريبا. النصف ساعة الأولى، أو خلينا نقول 40 دقيقة الأولى، بيكون حوار ما بين ضيوفنا الكرام الشيخ عبد الله والدكتور يوسف وأيضا الشيخ ناصر حول قارئ القرآن والمواسم الفاضلة. بعد 40 دقيقة بإذن الله، إذا كان في تساؤلات من قبلكم نقبل المايكات، لكن يكون التداخل والتساؤلات حول المحاور التي يتم طرحها في النقاش ما بين المتحدثين الكرام اللي موجودين معنا. إذا تسمح لي يا شيخ ناصر، بحكم يعني وجودك معنا الآن، وبحكم أنك شخص يعني رئيسي في آيات ولك المكانة في قلوبنا، وكل ضيوفنا لهم المكانة طبعا، لكن ليه كان عندكم الحرص في هذه الأيام تحديدا مناقشة عنوان قارئ القرآن والمواسم الفاضلة؟ يعني ودي أسمع من قبلك إيش الحرص كان أو سببه. يعني تفضل شيخ ناصر. طيب، إلى ما يكون معي الشيخ ناصر، أخونا يوسف، دكتور يوسف، لو تقبل الدعوة أكون لك شاكر. هلا مهندس حسام، إن شاء الله صوتي واضح الآن. جدا واضح شيخ ناصر، وما أدري أنا كان تساؤلي واضح لما طرحته أو لا، وأحب أذكر كل اللي موجودين هم يضغطوا على الزائد ويغردوا في المساحة. تفضل يا شيخ ناصر إذا عندك تعقيب حول تساؤلي. طيب، إحنا تبغى نبدأ مهندس حسام نقول يعني محاورنا، ولا تحابين نتكلم ابتداءً يعني كمقدمة عن الموضوع؟ أنا كانت فكرتي لو في دقيقة شيخ ناصر، ليه هذا العنوان في هذه الأيام تحديدا؟ قارئ القرآن والمواسم الفاضلة، إيش الرسالة اللي آيات كانت حابة توصلها للمستمع والمستمعة الفاضلة اللي موجودين معنا الآن؟ نقدر نقول هذا السؤال ونبدأ في محاورنا بشكل مباشر. موضوع. لا بمشي. طيب الله يسعدك. الحقيقة العنوان أرى أنه مهم جدا، لأن قارئ القرآن أشبه ما يكون بالمنصة التي ينطلق منها صوت الحق، صوت القرآن والدعوة والموعظة والتأثير، وهو من أولى الناس باستثمار الأيام الفاضلة والتقرب فيها إلى الله سبحانه وتعالى، أولاً لزيادة إيمانه ورصيده الإيماني. فإذا تمكن هو إيمانياً، استطاع بتوفيق الله جل وعلا أن يوصل رسالته بعمق وبتأثير وبتوفيق من الله على منهج كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قارئ القرآن، القرآن ولا شك هو الروح والحياة للقلب، وقارئ القرآن هو الواسطة والوسيلة التي يستمع بها الناس هذا الكلام العظيم. ولذلك عنايته هو بإصلاح قلبه واستصلاح نفسه وتعاهد هذه الروح وهذه النفس بالطاعة والتقرب إلى الله ومتابعة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالتزود بالعلم الشرعي، بمجالسة الصالحين، بالقيام بمهامه. كل هذا ترى يا مهندس حسام بالمناسبة يزيد
من بناء الإنسان الداخلي أو بناء قارئ القرآن داخليا. فإذا بني هو بناء حقيقيا واستثمر هذه المواسم الفاضلة ليبني نفسه، استطاع بعد توفيق الله جل وعلا أن يوصل رسالته بشكل أعمق وشكل أوسع وبتأثير أيضا أعظم. هذا الهدف. الهدف الثاني أن الناس الآن في هذه المرحلة تتشوف نفوسهم إلى الإقبال على الخير، تتشوف نفوسهم للإقبال على الخير والإقبال على مواسم الطاعة والصلاة، الصيام، الحج، كثرة ذكر الله سبحانه وتعالى. فقارئ القرآن وإمام المسجد سيصبح هو المرجع، لأن عبر برامج أو مناشط معينة أو أيضا أدوار، خلينا نسميها أدوار يقوم فيها، وبالتالي يجد الناس هذا الإمام وهذا القارئ أشبه ما يكون بالشعلة الذي يضيء لمن حوله. لأن احنا الآن في هالموسم يبدأ الناس تتوجه المساجد، فإذا مثلا كان إمام المسجد غير معتني، غير مهتم بدوره الحقيقي بالقراءة، بتعليم الناس، يعني بناء ذاته إيمانيا، لن تجد الإقبال إقبالا حقيقيا، ولذلك تشعر فيه نقص في الدور. ولذلك هو يحتاج هذا الجواب الآن، أن القارئ القرآن يحتاج إلى المواسم الفاضلة يستثمرها ليبني نفسه إيمانيا ويعني فيما يتقرب به إلى الله. ثانيا أن يستثمر إقبال الناس بوجود هذا الإمام وقد تهيأ لنفعهم، سواء في موسم رمضان أو موسم الحج أو بعض الأيام الفاضلة. نعم، جميل جدا شيخ ناصر، مقدمة حلوة صراحة وهدف سامي ونبيل. وأنا يمكن عندي تساؤلات حول لما تكلمت عن تنمية القارئ لإيمانه، هذه إن شاء الله إنه يكون في مجال إنه لو نتناقش فيها بشكل أدق، إنه حتى الإنسان يعني خلينا نقول كلامك كان موجه للقارئ القرآن كإمام مسجد، لكن أنا كإنسان عادي ومهتم في قراءة القرآن كمسلم أيضا، كيف ممكن ننمي هذا الشيء؟ فودنا إنه ننوه عنها. بس إذا تسمح لي أرحب بضيوفنا الشيخ عبد الله والدكتور يوسف. الشيخ الدكتور يوسف نورتونا وحياكم الله، شكرا على وجودكم معنا وقبول الدعوة، الله يحفظكم. الله يحييك يا حبيبنا ويسعدك، وأنا شاكر لك ابتداء وشاكر للشيخ ناصر جزاه الله خير على هالمبادرات الجميلة والرائعة ولمؤسسة آيات، وأيضا الشيخ عبد الله السحباني سعيد بمشاركة المشايخ الفضلاء. أسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لما فيه النفع لنا جميعا. آمين يا رب العالمين، ممتنين لك لوجودك معنا. والشيخ عبد الله حياك الله. الله يحييكم جميعا، والله يجزاكم خير على حسن ظنكم وعلى هذه المساحة في هذه الأيام الفاضلة. نسأل الله تعالى أن يعيننا جميعا على هذه الأعمال. آمين يا رب العالمين، نورتنا الشيخ عبد الله. أنا بنتقل لك الآن، بس عندي تنويهين حاب أقولهم أثناء تداخل المتحدثين. إذا مثلا الآن الشيخ عبد الله بيتحدث حول تساؤل معين أنا ممكن أطرحه، إذا كان في مداخلة مع الشيخ عبد الله من قبلك يا شيخ ناصر أو الدكتور يوسف، يا ريت تعطوني إشارة الكف بهذه الطريقة، هي علامة القلب موجودة في بجانب الزائد في الزاوية عندكم في الشاشة، بحيث أعرف إنه في عندكم تعقيب على فكرة أو نقطة ذكرها الشيخ عبد الله أو الشيخ ناصر أو الدكتور يوسف، فبحيث إن يكون إذا في إثراء من قبلكم حول النقاط فيكون في تداخل منظم بيننا بإذن الله تعالى. شيخ عبد الله، أنت سمعت الشيخ ناصر والهدف من هذه المساحة، ويمكن في من المحاور المهمة اللي حابين نتكلم عنها ودنا نسمع وجهة نظرك فيها حول أهمية استغلال المواسم، يعني مثل موسم الحج الآن في قراءة القرآن وفي تطوير المهارات وفي الجزئية اللي نتكلم عنها شيخ ناصر، فودي أسمع وجهة نظرك حول هذا الموضوع. لك المايك تفضل. بس يا شيخ يوسف لو تسوي ميوت عندك علشان الصدى تداخل المايكات ما يحصل لشيخ دكتور يوسف. أيوه ممتاز، تفضل شيخ عبد الله. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للمواسم الفاضلة لابد أن نعرف أولاً أن القرآن قال الله تعالى وإنه لكتاب عزيز. العزة، الوصف بالعزة تعني الارتفاع، وأن هذا القرآن يعني لو كان عندك ضيف مثلاً، ضيف مهم، شخصية رفيعة، ودخل عندك في البيت، فأنت ستجد أنك تجلس عنده طول الوقت، لا تفارقه ولا ثانية واحدة، وتستقل حتى على نفسك أن تذهب في دقيقة ودقيقتين تأتي حتى بالضيافة.
لأن هذا الضيف عندك ضيف عزيز، ضيف له مكانة عالية، فلذلك لا تتركه أنت. هذا الضيف إذا أعطيته ما يستحقه من التكريم ومن مكانته التي هو بها أهل، التي هو لها أهل، هنا هذا الضيف يعطيك ما تطلب، ماذا تريد. لذلك أول طريق لكي يستطيع المرء، أنا لا أقول حتى قارئ القرآن أن قارئ القرآن لابد أن يكون حافظا للقرآن مثلا، أو يكون من يعني بحيث لو استمع إلينا الآن الأخوان يقولون لا خلاص قارئ القرآن فقط إمام مسجد أو قارئ معروف، لا لا، قارئ القرآن أنت مسلم تقرأ القرآن، أنت تدخل في هذا الوصف، أنت تقرأ القرآن. يختلفون الناس في إن هذا حافظ وهذا يحفظ بعض أجزاء القرآن، وهذا القرآن نحن نحتاجه، كلنا نحتاج هذا القرآن. لذلك إذا أردت أن تتأثر وأن يؤثر فيك القرآن في المواسم الفاضلة، إذا أردت أن يعني يكون عندك القدرة أن تجاري وأن يعني مثل ما تسمع أنه والله فلان يقرأ 10 أجزاء، فلان يقرأ 5 أجزاء، فلان ما شاء الله في رمضان يختم القرآن كل يوم، طيب كيف يستطيع هذا؟ يستطيع هذا لأنه قدر القرآن قدره، كتاب عزيز، كان يقرأ وكان يعز هذا القرآن في الأيام العادية، يعني عندما لا تكون أيام مواسم، فإذا جاءت أيام المواسم أصبح هذا القرآن يعطيه، هو هذا القرآن يعطيه لأنه أعز القرآن فأعزه. لذلك إذا أردنا أن إذا أحببنا أن يعني نتمتع بنعيم هذا القرآن في الأيام الفاضلة في أيام العشر ذي الحجة مثلا، فإننا لابد أن نستعد لهذا من قبل، يعني لا نترك القرآن ونهج قراءة القرآن واستماع القرآن طول السنة ثم نأتي إلى هذه العشرة أيام ونشعر بثقل قراءة القرآن. طبيعي أن تشعر بهذا الثقل لأنك أساسا أنت من البداية ما كنت تعطي هذا القرآن قدره، يعني للأسف هذا واقع. لا يعني لا يشترط أنك تقرأ، يقولون يعني مثلا في تعلم اللغة، يعني نعطي مثال شوي بعيد، تعلم اللغة مثلا دائما ينصحون بأنك تحيط نفسك بهذه اللغة، تجلس مع ناس يستمعون اللغة، تستمع إلى أخبارها، الأخبار مثلا بنفس هذه اللغة، تقرأ، تكتب. القرآن إذا أردت أن تتأثر به فلا بد أن تعمل هذا العمل، استمع إلى القرآن في الصباح والمساء، اقرأ القرآن في أي وقت يتاح لك أن تقرأ فيه، اجعل همك هذا القرآن، لأن القرآن ترى من يعني ما في خسارة، ما في خسارة، ما في وقت تقول والله ضاع وقتي، ما يضيع وقتك أنت مدام ما دمت أن تقرأ القرآن. ليس هو دورة مثلا تدريبية ولا دورة تقول والله يمكن أستفيد منها فترة وخلاص يعني أغير مجالي ولا راحت فائدة القرآن، سيفيدك حتى بعد موتك، اقرأ ورقة ورتل. لذلك المفتاح مثل ما ذكرت، المفتاح للاستمتاع أقول في بقراءة القرآن في الأيام الفاضلة هو أنك تستعد لهذا من قبل، وإذا يعني الواحد أقبل الله تعالى بنية خالصة فالله تعالى يعينه، يعني هذا من رحمة الله تعالى بنا. جميل جدا يا شيخ عبد الله، واضح. ما أدري أنت قطع المايك عندك ولا أنت يعني؟ لا تفضل. أي نعم. طيب يعني أنت الآن يعني من خلال المداخلة اللي تفضلت فيها في نقطة، كان دكتور يوسف أثناء حديثي معه للتنسيق حول هذه المساحة كان يتكلم عن التأثير بتلاوة القرآن وتحقيق الأثر بشكل عام على المستمع ومفهوم التزكية، يمكن أنا هذا المفهوم شوي ما فهمته، فأنا أعتقد هذه الجزئية دكتور يوسف مرتبطة نوعا ما بما تفضل به الشيخ عبد الله، فودي أسمعك حول هذا الموضوع، تفضل دكتور يوسف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا قبل قليل الصوت عندي كان يروح ويجي، بعض كلام الشيخ عبد الله حقيقة ما سمعته جيدا. الآن بالنسبة للصوت الآن جيد واضح من عندي؟ واضح، وأنا أنصحك أنك تكون على 4G أو 3G بحيث أن يكون الصوت يعني أوضح لك أفضل، بحيث ما يحصل تقاطعات. تقصد بدل الواي فاي يعني؟ أي نعم. أي عموما الصوت الآن واضح دكتور يوسف، إذا حصل انقطاع بعطيك خبر. طيب الآن واضح، تفضل. المرة أخرى بس تعيد للنقطة اللي ذكرتها لي عفوا. كيفية التأثير بتلاوة القرآن الكريم على المستمع وتحقيق الأثر، وأيضا تكلمنا هاتفيا قبل هذه المساحة حول موضوع التزكية. فودي أسمع منك بالذات في نقطة التزكية هذه، أنا شوي كانت بالنسبة لي فيها لبس وما هي ما كانت واضحة أيضا، فودنا تتكلم حول هذا الموضوع، تفضل دكتور يوسف. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد.
هو الحقيقة النقطة اللي يعني أدركت جزء منها من كلام الشيخ عبد الله قبل قليل فيما يتعلق بالارتباط بالقرآن وقوة الارتباط بالقرآن وأن هذا بحد ذاته مقصد، هو الهدف الأعظم للتعامل مع القرآن والاقتراب من القرآن هو إصلاح النفس لا شك. وأنا قبل أن يعني أصل إلى هذه النتيجة الكبيرة العظيمة، يعني نحن نعلم في ما استقر لدينا تجاه القرآن ونعرف في تاريخ تنزل القرآن الطويل أنه نزل بلسم لهذه الأرواح المنهكة، ونزل لإصلاح الأرواح، ونزل لانتشال الناس من الجاهلية اللي كانوا فيها. في الوقت اللي نزل فيه القرآن العقول كانت حائرة والاهتمامات متخبطة ومنحطة أيضا في نفس الوقت. لما نزل القرآن ارتجفت الدنيا كلها واهتدت القلوب، سكنت المخاوف، زالت الأوهام، الخيالات الفاسدة اللي كانت تسيطر على الناس في ذلك الوقت اللي هي تدور على المسائل الأنانية والانتقام للنفس وإرضاء الشهوات والحمية القبلية والحمية الشخصية وما إلى ذلك، كلها كانت مستعرة في تلك الأثناء اللي نزل فيها القرآن. لما نزل القرآن وانطلقت الهدايات التي تحمل أنوار واستجابت لها الأرواح المؤمنة وأقبل الصحابة على هذا النور، آمنوا وصدقوا واستقر الإيمان واليقين في قلوبهم، ذاقوا طعم الطمأنينة والسكينة، الشيطان في تلك الأثناء جن جنونه واندحر وأصبح هو وجنوده في أطراف الدنيا، لأن القرآن ملأ المساحات الفارغة التي كانوا يملؤونها بالعبث، عبث الشعري، العبث أيا كان ألوانه، وأصبحت الدنيا كلها بأنوار مختلفة. وهذا الوحي بما فيه من الخير أخذهم بتلابيبهم رغما عنهم لما سلموا له أنفسهم طواعية إلى الخير. ولأنهم كانوا قبل الصحابة العظام الذين سطرت تاريخ أمجادهم، كانوا في الجاهلية قبل البعثة في حال مختلف تماما. ولذلك لما انتقلوا مع القرآن انتقلوا بما هذب يعني من الطباع والأخلاق، فأصبحوا جيل مختلف تماما من جراء التزكية التي وقعت في نفوسهم من القرآن، لأن القرآن نقلهم من التعلق الدنيوي إلى التعلق بالله عز وجل إلى الآخرة، كأنهم كانوا موتى تماما، كأنهم كانوا موتى، فنفخ القرآن أرواحهم فإذا بهم أشخاص هم أنفسهم ما كانوا يظنون أنهم سيصبحون هكذا. وهذا يعني هذا الواقع سبحان الله حتى اليوم نحن نشاهد كثير من الناس لما يرتبط بالقرآن ويتحول في مسيرته ويتحدث عن ما كان عليه قبل، هو بنفسه يتحدث عن إنسان جديد، يتحدث عن نفسه وكأنه لا يعرفها، كأن ذلك الإنسان الذي قبل القرآن شيء وهذا الإنسان الذي ارتبط بالقرآن الآن وبدأ ينشغل بالقرآن أصبح شيء آخر. لذلك والإنسان يعني وهو يتعامل مع القرآن، طبعا أقصد بالتعامل مع القرآن أنه يقرأ بتدبر، أو هو إمام يوصل الرسالة للناس، أو هو قارئ يستمع الناس إلى صوته عبر الوسائل، هو يحمل هذه الرسائل المهمة. الرسالة الأولى الكبيرة العظيمة أنه يعرف الناس برب العالمين. إذا استشعر قارئ القرآن إماما كان أو قارئا أو متدبرا بينه وبين نفسه، إذا استشعر هذا المعنى أنه يتعرف على الله من خلال القرآن، أنه يدعو إلى التوحيد من خلال القرآن، أنه يجدد التوحيد في قلبه من خلال القرآن، أن كل ما في الكون بسمائه وأرضه ونجومه وجباله وإنسه وجنه وكل المخلوقات هي تذعن لهذا القرآن وتذعن لهذه الرسالة التي يبثها عندما يقرأها، إلى أين ما وصلت، وسواء وصلت إلى القلوب أو حتى الجمادات، لكن نحن في حدودنا البشرية لا ندرك هذا التأثير لأنه جزء كبير منه هو غيب. قد ندرك أحيانا بعض الجوانب أو بعض الملامح من هذا التأثير على أشخاص نعرفهم أو على من يخشى. أيضا الرسالة الثانية التي يستشعرها صاحب القرآن أنه يسلك طريق الحياة الطيبة، معالم الحياة الطيبة التي القرآن جاء بها، ولكي يصل إلى المعنى الذي يسعى أو تسعى له البشرية بأسرها،
اللي هو قضايا السعادة، الطمأنينة، الراحة. يعني ليس هنالك حضارة، ليس هنالك ثقافة على طول التاريخ وعرضه إلا وتهدف إلى هذا الهدف الذي هو يعتبر واجهة براقة إلى اليوم للطروحات النفسية والطروحات التنموية فيما يتعلق بحياة الناس، دائما تدندن على هالقضايا: السعادة، الطمأنينة، النجاح، الراحة. القرآن هو الوحيد، القرآن هو الأعظم في هذا الذي يرسم هذا الطريق. ولذلك لأن القرآن يرسم لك طريق نجاة هو دنيوي ممتد إلى الآخرة، بخلاف المناهج الأخرى مهما كانت عميقة وبخلاف الفلسفات الأخرى، فهو يرسم لك النجاة في الحياتين. والإيمان والعمل الصالح هما عماد الاستقامة في النفس التي بطبيعة الحال فيها ثقل، لكن القرآن يقودك إليها ويخففها عليك ويرقق هذه النفس وهذه الروح لكي تصل إلى هذا المعنى الذي يستثقله ربما كثير من الناس. ويعني جعل القرآن له أعمدة واضحة: التواصي بالحق، التواصي بالصبر، وهما يعني عماد الاستقامة كما في سورة العصر. ويظل الإنسان وهو يقرأ القرآن يثبت هذا المعنى في حياته، في نفسه وفي حياته، ويدرك بعد ذلك إلى أنه متى ما اختل عن هذا الطريق فالحياة كلها ستضطرب. ولذلك يظل متشبث بالقرآن وحريص ومقبل ولا يقبل أن يزاحم القرآن أي شيء آخر، لأنه أدرك هذا المعنى وهذا العمق الذي لا يدركه البعيد عن القرآن، ويظل بهذا الخير الذي يعلو وفوق الباطل أيا كانت صور الباطل، والباطل يتشكل دائما بصور كثيرة. وهذه المعاني العظيمة هي التي جعلت نزول القرآن ونزول الوحي من السماء والأثر الذي وقع في قلب النبي صلى الله عليه وسلم من هدايات القرآن العظيمة، وكيف أنه انطلق بعد ذلك يوصل هذا المعنى ويتأثر به الناس تأثرا مذهلا بمجرد سماع القرآن. وهذا يتضح في مواقف النبي صلى الله عليه وسلم الكثيرة، لما يأتي يعني في مواقف كثيرة، سواء موقف عتبة بن ربيعة المشهور لما جاء بسخافة عقله وقلة فهمه، جاء يريد أن يعرض ويساوم النبي صلى الله عليه وسلم في القصة المعروفة: تريد مال، تريد نساء، تريد جاه، تريد أن نعالجك، تريد تريد تريد، لأنه ما زال مرتبط بهذه الحدود الضيقة الدنيوية، وما زال هو تفكيره هكذا، وهذه الثقافة السائدة في تلك في مكة في ذلك الوقت. النبي عليه الصلاة والسلام تجاوز هذا كله، ومن ذاق حلاوة القرآن وحلاوة الإيمان هذه الأمور أصبحت بالنسبة له لا شيء. ولذلك لما انتهى من هذا العرض الذي كان يعتقد أنه عرض سخي جدا، ولو كان أي شخص آخر غير النبي ربما اعتبر هذا يعني فرصة لا تعوض، أفرغت النبي صلى الله عليه وسلم هكذا فقط أفرغت، ثم قرأ عليه مطلع سورة فصلت في القصة المشهورة، حتى إنه لما رجع بالوجه الذي بوجه مختلف عن الذي جاء به، وكل من رآه يعرف ذلك، وكل من رآه يعرف أنه تأثر بما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه سمع شيئا لا يستطيعه أحد. ولهذا حتى مصعب بن عمير يعني في رحلته إلى المدينة وهو يحمل هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كل ما كان يفعله أمام تلك القلوب التي جاء ليفتحها أن يقرأ عليها القرآن فقط. وهو ذهب وهو شاب في مرحلة في ريعان شبابه، في نضارته، في وسامة التي يعرف بها مصعب بن عمير، في جمال صوته الذي تميز به، وذهب وهنالك في المدينة من لم يسلم بعد. ولكن عندما وجه مصعب بن عمير بشيء من المقاومة في بداية الأمر، التقى بسعد بن معاذ، بأسيد بن حضير، وهؤلاء كانوا سادات القوم في ذلك الوقت، يأتون إلى مصعب هذا الشاب، يعني ما الذي تفعل أيها الصغير، ما الذي تفعل أيها أنت، أتيت لكي يعني تفسد علينا وتفعل وتفعل. مصعب ما كان يملك أي شيء آخر غير أن يقول: اجلس استمع إلى ما سأقول، فإن قبلت فذاك، وإلا فلك ما تريد. يعني أنا ما راح أدخل معك في مشاكل ولا جدال ولا أتحداك، ولا أنه يعني إن قبلت ما سأقول ولا رجعت.
فما إن يقرأ القرآن على سعد ثم أسيد إلا ويقوم من عنده وقد أسلم، ثم أصبحوا هم رجال الدعوة في الصفوف الأولى في ذلك الوقت بفضل القرآن، بفضل القرآن. فهذه معاني التزكية التي يستطيعها القرآن ولا يستطيعها غير القرآن. ولذلك النفس المستعصية التي يعني تستثقل أشياء كثيرة، حتى الإنسان من نفسه لما يجد من نفسه أحيانا استثقال لبعض الطاعات، استثقال لبعض الأعمال، أو خفة على بعض المعاصي، لن يجد شيء ينتشله من هذا أو يعينه على الفعل كالقرآن. عندما يكثر من قراءته ويقبل عليه يجد التأثير بطريقة واعية وبطريقة غير واعية، لأن القرآن يخاطب الوجدان والعقل معا، يخاطب الروح ويخاطب الحواس معا، وهذا لا يتحقق في شيء غير القرآن. ولذلك عندما يعني جاء الأمر ورتل القرآن ترتيلا في 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 القرآن لأجل هذا المعنى، لأن صوت القرآن والعناية بصوت القرآن في أدائه هو من إجلال القرآن، وأيضا من أجل التأثير في الآخرين، ومن أجل أن تنبث هذه الخيرات وهذه المعاني وتصل إلى الإنسان بهذا يعني بهذا الزخم العظيم، أنوار تحيط الإنسان فيذهل فما يستطيع إلا أن يستسلم. ولذلك لما استمع النبي عليه الصلاة والسلام لأبي موسى في القصة المشهورة، ماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك؟ يعني شوف التلذذ، يعني النبي عليه السلام استمع لأبي موسى بالليل، وغدا النبي يذكر له تلك اللحظة بتلذذ، يقول يعني لو رأيتني البارحة وأنا أستمع لقراءتك لقد أوتيت مزمار من مزامير آل داود. ويعني هذا يعني هذا الموقف كونه يقع ثم النبي صلى الله عليه وسلم يعيده، معناته اللذة ما زالت موجودة. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي نزل، هو الذي جاء بالقرآن، هو الذي أوصله إليهم، ومع ذلك يتلذذ به في سماعه من غيره وكأنه أول مرة يسمع، وهذا من خصائص القرآن لا شك. فيقول يعني أبو موسى والله لو كنت أعلم أنك تسمع لحبرته لك تحبيرا. كذلك يطلب في من ابن مسعود أن يقرأ عليه ويقول يعني أبو مسعود أقرأ عليك يا رسول الله وعليك أنزل، يعني أستحي أقرأ عليك، من أنا يعني أمامك وأنت الذي استمعت للوحي مباشرة. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام يعني إني أحب أن أسمعه من غيري. حتى موقف أسيد المشهور، أسيد بن حبير لما قام يقرأ سواء كانت سورة الكهف أو البقرة، وفي القصة المشهورة وبجانبه الحصان المربوط، وبدأت السحابة تنزل وتنزل، وبدأ الفرس يهتز ويضطرب والسحابة تنزل، فلما توقف معنى القراءة أسيد لأنه خاف على طفله الصغير الذي كان متوسدا بجواره، وأتى للنبي عليه الصلاة والسلام فذكر تلك يعني هذا الحادثة الغريبة العجيبة، كيف أنه السحاب ينزل الفرس تضطرب، يعني شيء ليس مألوف في 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 ملامح هذا الكون. فالنبي عليه الصلاة والسلام في في مثل هذا، وأسيد لا شك أنه كان حلو الصوت، فكان النبي عليه السلام يعني يستمع لأسيد وهو يذكر له كذا وهو يقول اقرأ أسيد، اقرأ أسيد، يعني ليتك ما سكت. ثم يقول له يعني لو يعني مضيت في قراءتك لأصبحت، قال تلك الملائكة تنزلت للقرآن، ولو مضيت في قراءتك لأصبح الناس يشاهدونها في الطرقات، يعني الملائكة تزدحم في استماع القرآن، وهذا الذي ما دفع الفرس إلى أن تضطرب، هذا الاضطراب العظيم والعجيب. فهذا يعني مدخل إلى الفكرة الأساسية التي أردت أن أشير إليها في يعني في هذا المعنى. ولذلك قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فيما عرف عن كانت تهدف لهذا، يعني تهدف إلى التأثير وتهدف إلى إيصال المعنى وتهدف إلى التغني بالقرآن بالقدر الذي يحصل به من جهة إجلال القرآن لأنه كلام الله وليس كأي كلام، فإذا أداؤه لابد أن يكون مختلفا، ولأجل أيضا أن يصل إلى هذه القلوب التي تستمع وتلتذ به فتتأثر به. فكان يقرأ مدا عليه الصلاة والسلام، يمد بعض كلمات القرآن يبين معناها، يقرأ قراءة مفسرة كما روي عن حرفا حرفا، وهذا من كمال فصاحته وبراعته وبلاغته عليه الصلاة والسلام، يبدأ بالاستعاذة
يقف عند رؤوس الآي، وهذا أبلغ وأكمل في إيصال المعنى وأيضا يعني التفريق وتسهيل التفسير. لا يستعجل في تلاوة، يتأنى ويعيش مع الآية، كان يكرر وله ورده اليومي، ويقرأ القرآن في أحوال كثيرة من أجل أن يبين سهولة التعامل مع القرآن، قرأه قائما قاعدا مضطجعا متوضئا محدثا، يتغنى بالقرآن، يرتل، يرجع صوته، يبكي بلا تكلف. يعني عرف عليه السلام ببكائه كما وصفته عائشة رضي الله عنه، وأثر الدموع على لحيته الشريفة، ويصلي في الليل ويطيل ويقرأ بالطوال من أجل هذا المعنى، من أجل أن يصل إلى قلبه أولا، ثم ينعكس هذا في قدرته على القيام بما أنيط به من الواجبات. وهذه يعني هذا الهدي وهذا السمت وهذا الحديث كله من أجل إجلال القرآن ومن أجل إصلاح النفس بهذا القرآن. جميل جدا دكتور يوسف، يعطيك ألف عافية. أنا صراحة يمكن عندي تساؤلات كثيرة لكن بدأ الوقت يداهمنا، ولكن أنا برجع لك في تساؤل بعد ما نأخذ مداخلة الشيخ عبد الله والشيخ ناصر حول مفهوم السعادة اللي تكلمت عنه في بداية حديثك. يعني حيكون عندي تساؤل، لكن الظاهر أيضا أن الشيخ عبد الله والشيخ ناصر عندهم مشكلية في المايك، فتسمح لي بس نعطيهم فرصة. شيخ عبد الله إذا تقبل المايك الله يحفظك، شيخ ناصر أنا عندي صراحة دائما، أنت عارف قلت يا شيخ يوسف موضوع السعادة دائما هو الإنسان يبحث عنه، فحيكون عندي تساؤل حول النقطة اللي تفضلت فيها، بس أنا ودي أعطي فرصة أيضا للشيخ عبد الله لأنه ما باقي وقت على مساحتنا، وأرجع أختم معك في هذه الجزئية ونأخذ أيضا مداخلة الشيخ ناصر. شيخ عبد الله بس أكد لي أنك تسمعني، لأني أنا على حسب ما فهمت أنه في إشكالية في الصوت، وصول الصوت لك. شيخ عبد الله، الشيخ عبد الله صحيباني. طيب دكتور يوسف تسمعني؟ صوتي واضح لك؟ نعم واضح. نعم. طب شيخ عبد الله تسمعنا؟ ما أدري، الظاهر عنده مشكلة الشيخ عبد الله. طيب عندي تساؤل دكتور يوسف. شيخ عبد الله لو تتكلم بس، إن صوتك ما هو واضح، فاتح المايك بس ما نسمعك. لو تخرج من تطبيق تويتر تماما وترجع مرة ثانية تطلب مايك يكون أفضل. تسمع الشيخ عبد الله يا دكتور يوسف؟ لا ما أسمع. لا في إشكالية عند الشيخ عبد الله. تعرف دكتور يوسف من أكثر الأشياء اللي تشغل الإنسان هي مفهوم السعادة، فأنا مرة ممتن لك لأثرت عندي سؤال ومتحمس أن أسمع إجابتك عن هذا الموضوع، بس ودنا الشيخ عبد الله الآن بس يكون صوته ضابط. السلام عليكم شيخ عبد الله، كيف حالك؟ الشيخ عبد الله تسمعني؟ في إشكالية عند الشيخ عبد الله للأسف. طب شيخ عبد الله لو تخرج من تويتر تماما، إذا تسمعني من التطبيق تماما، وتغير الشبكة إلى 4G أو 5G وترجع تطلب مايك يكون أفضل، لأن إحنا ما نسمعك الآن وأنت الظاهر ما إذا تسمعنا أو لا. طيب دكتور يوسف إحنا باقي معنا في المساحة تقريبا ما يقارب 20 دقيقة، ففي 5 دقائق ودي يعني حول موضوع مساحتنا اليوم، برأيك دور قارئ القرآن في استثمار هذه المواسم الفاضلة، ودي هذا محور كان من المحاور اللي حابين نتناقش فيها، ودي أيضا أسمع وجهة نظرك حول هذا المحور، حول اختيار يعني اختيار مواضع الآيات، الصلوات الجهرية، تفسير الآيات، يعني ودي تعطيني لمحة حول هذا التساؤل إذا تكرمت. تفضل دكتور. هو لا شك الإنسان يغتنم كل فرصة من أجل أن يوطد علاقته بالقرآن، ولا سيما من ضمن هذه الفرص أو المواسم الفاضلة. القرآن رمضان عندما مر كان له خصوصية معينة، والناس تتعامل مع القرآن في رمضان بقدر عالي جدا، والهدف منه هو إصلاح النفس والتعبد الله عز وجل. ولذلك لما تأتي مثل هذه المواسم هي فرصة كبيرة، من جهة كون الأجور مضاعفة، فيشعر الإنسان أنه أعظم
ما يمكن أن يثقل موازينه عند الله عز وجل، أن يتعبد ربه سبحانه وتعالى بأحب الكلام إليه وهو القرآن، فتجتمع عليه خيرات عظيمة. فهو يقرأ القرآن في يعني في هذه الأيام التي ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، أيام العشر كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يقرأ القرآن ويستشعر هذه المعنى. فمعناه في 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 فيما يتعلق بالقرآن، لن تجد وقتا أعظم في أن تقرأ فيه القرآن وتتقرب بالقرآن إلى الله سبحانه وتعالى مثل هذه الأيام. هذا المعنى بحد ذاته كبير جدا، ولذلك أهل القرآن تجدهم يملؤون أوقاتهم بقراءة القرآن استشعار لهذا المعنى، وهم يفكرون، يعني لا أقول ألف لام ميم حرف، وإنما ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فالاغتنام في الغنيمة كبيرة كبيرة. نحن في زمن أنت يا أيها الإنسان تتحول فيه إلى السنبلة، تصبح كأنك سنبلة متناثر في خيراتك وفي مضاعفة الخير الذي منك والذي إليك، والأجور التي تدخر لك بفضل الله سبحانه وتعالى. يأتي هنا التعامل الخاص في مثل هذه الأيام. فيأتي الإنسان مثلا إلى آيات الحج في القرآن ويستعرضها ويمر عليها في كتب التفسير لكي يفهم ما يتعلق بها من معاني وقفات وهدايات وبلاغة وما إلى ذلك، لأنها فرصة ستكون معين على التدبر، لأن قراءة الآيات في وقتها وفي زمنها وفي الموضوع التي هي نزلت من أجله لا شك أنه محفز. لأنك لو تأتي الإنسان مثلا في شهر آخر في ربيع ولا في شهر في شعبان وتقول اقرأ آيات الحج وفهم معناها، ربما يستثقل هذا أو يشهد أنه ليس هنالك مناسبة كبيرة أو ربما. فلذلك هذه فرصة كبيرة للإنسان أن يقبل على آيات الحج وأن يستعرضها في فهمها. وكذلك يعني إمام المسجد له دور في هذا، في قراءة الآيات وتفسيرها وتيسير هذا على الناس، وأيضا كذلك كل من له منبر يصل من خلاله إلى الآخرين، يعني الأئمة على رأس ذلك لا شك في إمامتهم للصلاة، وأيضا حسابات التواصل بشكل عام، وخصوصا من لديهم متابعون بأعداد يعني كبيرة، أن يبسطوا هذه المعاني ويبثونها في مفاهيم الناس، لا شك أنه من أجل الأعمال التي الناس تحتاجها وتحبها في هذه الأيام. جميل جميل جدا دكتور يوسف، وهذا يعني خاصة في الجزئية الأخيرة لما تكلمت عن تأثير ومحاولة صناعة التأثير واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ممكن يكون في تساؤل مع الشيخ ناصر حول إمامة المصلين في موسم الحج. أنتم عارفين الشيخ ناصر دائما الحج يعني مكة المكرمة والمدينة المنورة، لكن أنا تساؤلي بيكون حول يعني الإمام بشكل عام في أي مدينة متواجد، هل في موسم الحج المفترض يكون فيه له منحنى معين يمشي عليه؟ ودي إذا وقتك يسمح تتداخل معي في هذا التساؤل. إذا الشيخ ناصر تسمعني، يعني الشيخ ناصر تسمعني، ظهر في إشكالية بشبك. طيب الشيخ يوسف واضح كان تساؤلي مع الشيخ ناصر. هل الله يديمك والله العظيم، سلمت. أنا سامحني عندي بث ويحترون. طيب معلش يا دكتور، إذا سمحت سامحونا يا مهندس حسام دقيقة بس. والله أنا مسامحكم. لا أبدا الله يسلمك. بس إحنا ودنا الشيخ عبد الله تضبط عنده الشبكة صراحة، لكن يعني مرة. طيب إلا ما يكون معنا الشيخ ناصر دكتور أيوه الشيخ ناصر موجود معنا الآن. خاف قاعد يسمعون سوالفنا يا مهندس حسام. سمعنا جزء بسيط بس أنت كنت تعتذر من شخص من عندك بث وحركات وكذا. والله يعني السيارة هو فاجأني واحد من الإخوان، ما أعرف والله بالخير، لكن رجل لطيف. شرواكم شرواك الطيب الله يسعدك. حلف علي وبغي يطلق وكل شيء سواه لا إلا الطلاق يا شيخ ناصر على ما قال، يعني أعتذر منه. ولا يهمك. أنا بس كان عندي تساؤل لشيخ ناصر إذا تسمحني، هو جزء منه تكلم عنه الشيخ يوسف في مداخلته الأخيرة. نعم. حول يعني تعرف إحنا دائما الحج يعني مكة المكرمة والمدينة المنورة، وإنه مواسم يعني مراسم الحج مرتبط فيها بشكل أو بآخر، لكن الإمام في أي مدينة، هل في أشياء
موكل بها المفروض يتبعها إذا كان في الرياض، كان في الدمام، كان في القاهرة، إن كان في أي دولة؟ هل في أشياء محددة واجبة على الإمام اتباعها أو محاولة إثراءها، خلينا نقول أثناء إمامة المسجد وإمامة المصلين؟ ودي أسمع وجهة نظرك حول هذا المحور والتساؤل. جميل. أنا طبعا سأجيب مهندس حسام بناء على يعني ما فهمت السؤال، لكن الحقيقة عندنا دور مهم لقارئ القرآن في المواسم الفاضلة بشكل عام. إيش هي المواسم الفاضلة؟ نتكلم على شهر رمضان، أشهر الحج، أو مثلا أيام الحج اللي من تقريبا من عشر ذي الحجة، من أول يوم في عشر ذي الحجة أو من ليلتها إلى نهاية أيام التشريق اللي هو ليلة اليوم الرابع عشر من شهر ذي الحجة. وبالتالي هذه أيام فاضلة ومواسم فاضلة، أيضا كيوم عرفة، يوم عشر، يوم عاشوراء، يوم الجمعة يعتبر موسم فاضل. هذه أيام ذكرنا من أسباب يعني اختيار هذا الموضوع أمران، ويمكن نعيدها أو أمرين نعيدها بسبب دخول عدد من الأخوة في الفترة الأخيرة. الأول، إن قارئ القرآن يحتاج إلى تدعيم الجانب الإيماني لديه في هذه المواسم، فهو يستغل يعني فترات الفتور أو فترات الانشغال التي تحدث طيلة العام في هذه المواسم، فيزداد إيمانه ويرقيه. الجانب الثاني أن الناس تقبل على الخير في هذه المواسم الفاضلة، وقارئ القرآن أشبه ما يكون بالمنصة أو المشعل، كونه إما قارئا للقرآن فيستطيع أيضا أن يؤثر بصوته وتلاوته، أو أن يكون إماما لمسجد، فيجتمع الناس في المسجد وبيوت الله سبحانه وتعالى. فحينئذ يحتاج أو يحتاج في هذه المرحلة أو في هذا الموسم إلى وجود إمام فاعل بتلاوته واختيار آياته ودروسه التي يقيمها، تواجده اليومي، قربه من الناس، إلى غير ذلك من الأفكار أو المبادرات التي سأقترحها في نهاية هذا الحديث. ليس كل الناس يحجون يا مهندس حسام، وبالتالي نسبة الحجاج أقل من نسبة يعني أقل بنسبة عدم الحجاج بخلاف رمضان. فرمضان الأصل أن كل المسلمين يصومون، فبالتالي الجميع متعايش ويؤثر عليه الأجواء العامة ويؤثر عليه مثلا صيام من حوله، فالجو يساعد. في أشهر الحج أو في أيام موسم الحج من عشر ذي الحجة وأيام التشريق، في الغالب أن ليس كل الناس يحجون، وهذا طبعا لا يستطيعه الجميع. لكن هذا الموسم، هذا الموسم موسم عظيم، يعني أقسم الله به أو في هذه العشر بقوله وليال عشر، وابن عباس يقسم أنها أيام عشر ذي الحجة، والذي ذهب إليه جمع من أهل العلم أن أيام عشر ذي الحجة أعظم من أيام رمضان، وأن ليالي رمضان أشرف وأعظم من ليالي عشر ذي الحجة، وهذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام تيمية في الجمع بين الأقوال. والعلم عند الله سبحانه وتعالى، لكن لا شك أنها أيام فاضلة. على إمام المسجد وقارئ القرآن أن يكون الحقيقة فيها مشعلا، وأنا سأذكر مبادرات أو مقترحات لقارئ القرآن بشكل عام أو إمام المسجد. الأولى، أولا الحرص على عدم الاعتذار عن إمامة المسجد في هذه المواسم، إما لسفر أو غيرها، إلا لعذر. لماذا؟ سبحان الله، وجود إمام المسجد، وأنا لاحظت هذا، وجود إمام المسجد يجمع جماعة المسجد، يجمع المصلين، يحيي المكان، أيضا يساعد على بنائه الذاتي وارتقائه الإيماني. الأمر الثاني، المبادرة الثانية، أن يحرص إمام المسجد أو قارئ القرآن، لا سيما إذا كان إمام المسجد، أن يعني ينتقي من الآيات ما يحيي به القلوب أو ما يربطه بالواقع، مثل آيات الحج، آيات مثلا عشر ذي الحجة مثل مطلع سورة الفجر، مثلا الآيات اليوم أكملت لكم دينكم فيما يتعلق مثلا لو قرأ في يوم عرفة، آيات البيت الحرام مثلا لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، أو وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا، أو مثلا في قول الله جل وعلا وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت،
المهم الآيات التي يعني تحدث فيها عن البيت الحرام. هذا أيضا يشعر يعني المأمومين بترابط الواقع بهذه الآيات. المبادرة الثالثة تفسير هذه الآيات أو الوقوف معها كوقفات تدبرية بعد الصلاة مثلا، أو بين الأذان والإقامة للعشاء مثلا، أو بعد صلاة العصر. وكلما كانت إلقاء كلما كانت أكثر نفعا في رأيي، يعني لا تكون إلقاء قراءة من كتاب أو شيء من القبيل. حضرها والقها بأسلوبك يعني، ولا تتكلف. في الغالب هي ليست مسجلة، في الغالب ليست يعني مبثوثة على الهواء، وعدد مصلين معك يعني هم يبقى عدد محدود، يعني ليس في الغالب مئات الألوف والعشرات أو ألاف أو مئات دعنا نقول. فلا بأس من الخطأ اليسير، لا بأس من يعني ضعف الأسلوب في الإلقاء، لا بأس أحيانا من التردد. ويعني عجز أو عقدة الناجحين دائما نشد الكمال، بعض الناس يريد أن يكون كاملا من أول مرة. لا بأس من الخطأ والإعادة، وهذا ينبهك على أحيانا تنبيه معين من جماعة المسجد أو من طلبة العلم. هذا هو هذا المكان جئتنا فيه ليتعلم. فمن يخشى دائما من الخطأ لا يعمل. والقاعدة المعروفة أو المثال المعروف المشهور، السفن آمن ما تكون في المرفأ، ما يحصل لها حوادث ولا غرق ولا تلفيات، لكنها لم تصنع لذلك، إنما صنعت للإبحار وللسير وللتجار ولنقل الناس والبضائع وغيرها. فتريد الأمان، نعم لا تعمل شيئا وابقى في مكانك، ولكن الإشكالية أن الماء الراكد يفسد. فبادر وحاول تلقي هذا الدرس إلقاءا، وليكن 10 دقائق، 7 دقائق، 5 دقائق. وأنا جربتها شخصيا وجدت فيها أثر لي، يعني أثر علي قبل الناس. المبادرة الرابعة هي في يعني إحياء هذه المواسم بالدروس العلمية، حتى من يعني أهل العلم والفضل، عبر التنسيق مثلا مع وزارة الشؤون الإسلامية، وهذا يتطلب يعني يكون بوقت مبكر سواء للرجال أو النساء. ولو بث عن طريق مثلا موقع المسجد أو تويتر أو غيره، أو يعني صار حضوريا، كان ذلك ينفع إن شاء الله. مثل إيش؟ ممكن آيات الحج، تفسير آيات الحج، وقفات تدبرية مع آيات الحج، الحديث يعني مثلا سيرة النبي عليه السلام ومواقف له في موسم الحج، قصة بناء البيت الحرام وربط الناشئة به والصغار والكبار، حقيقة كلها ترى مفيدة وممتعة والناس بحاجتها. المبادرة الخامسة، وهذه قد تناسب إمام المسجد أو إن لم يكن إماما لمسجد لكنه قارئ قرآن وحافظ صوته جميل، تسجيل التكبيرات اليوم بصوته وبثها عبر شبكات التواصل، تسجيل آيات الحج وإرفاق مثلا غريب القرآن، غريب المفردات، مثلا معنى فج عميق، أو مثلا يأتوك رجالا، إيش معنى رجالا؟ بعض الناس يظن معنى رجالا يعني هم جنس الرجال الذكور، وهذا غير صحيح. يؤذن في الناس بالحج يأتوك رجالا يعني راجلة يمشون. تخيل أنت شرحت هذا المعنى قارئ القرآن أو إمام المسجد، أو جعلته حتى لو لم تكن قارئا أو حافظا، لكن اكتشفت هذا، شوف المعلومة الفائدة، الانتفاع الناس، وعلى كل ضامر، شو معنى ضامر؟ يعني أنا ما راح أبين معناها حتى أيضا تشوق السامع للبحث عن معناها، وهو وصف أيضا للجمال. يأتينا من كل فج عميق، وش معنى الفج؟ وش معنى عميق؟ لماذا لم يقل من كل فج بعيد أو من كل مكان بعيد؟ إلى غيرها من المواضع والاستشكالات التي هي مبادرة لنشرها. ودائما شوف الآن تشرح آية الحج يتأثر ويستفيد الناس ويقبلون، لكن لو جبت معاني الصيام خلاص هذا ليس مكان لي، أو الزمان ليس مناسبا لذكر هذه الفوائد مثلا. من المبادرات أيضا عقد المجالس عبر شبكة، يعني مثل مجالس اليوم عبر شبكة التواصل، لطرح مثلا بعض المسائل العلمية حول الحج،
حول مثلا صيام العشر، حول مثلا مسائل الصيام كثيرة جدا يعني، وهذا يتعرض له طلبة العلم دائما. مثلا تبييت النية، إشراك النية، يعني إنسان يريد أن يصوم العشر أو يوم من أيام العشر ذي الحجة وينوي به قضاء، أو أن ينوي به مثلا صيام يوم الأثنين أو الخميس، فهذا مثلا يبين هذا الحكم. طيب أنا لست طالب علم أو لست شيخا أو عالما، أنقل الفتوى للشيخ بن باز بن عثيمين، سماحة المفتي، للشيخ صالح الفوزان، من الأئمة الكبار والثقات وغيرهم من طلبة العلم الذين هم محل الثقة والأمانة. فهذه مثلا بعض أدوار طالب العلم وقارئ القرآن، أن يحيي بها مجالس، سواء عبر المجالس عبر شبكات التواصل أو عبر مسجده ومحرابه. أيضا من المبادرات المشاركة في إمامة المصلين في حملات الحج، وهذا الحقيقة فيه باب خير ودعوة وانتفاع لا يعلم مدها إلا الله. وكم من الناس من لا يشهد الصلاة أو يحافظ عليها أحيانا إلا في مثل هذه المواسم، لأن القلوب سبحان الله يعني تلين وتخضع وتخشع في موسم الحج. ومن جرب الحج عرف، يعني عرف كنه ما أقول. كثير في أيام الحج تجد الناس في الحملات يمينا وشمالا يتلهفون لسماع الموعظة والمحاضرة والتلاوة والتأثر، وكثير عموما يعني نسبة ليست باليسيرة من يتغير بعد الحج، يترك الدخان، يترك استماع الأغاني، يترك النظر الحرام، يترك أكل الحرام، يعني يهديه الله جل وعلا مثلا في ترك العقوق، ويقبل على بر الوالدين، الصحبة الطيبة الصالحة، نظرته في التوازن للدنيا فلا يقبل عليها، وإنما يكون يعني مجملا للطلب في طلب الدنيا متوازنا، تكون الدنيا في يده لا في قلبه، ويقبل على الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة. فأيضا إمام المسجد أو قارئ القرآن أو حافظ القرآن ترى من أدوار العظيمة إمامة المصلين في مثل هذه الحملات أو في موسم الحج بشكل عام. والإخوة الذين في مكة لهم عليهم دور أيضا أكبر، خاصة المساجد المحيطة بالمسجد الحرام أو القريبة من المشاعر المقدسة أو في المدينة النبوية وقريبة من الحرم وبعض يعني المعالم النبوية، ترى لهم دور أن يصلي معهم الحجاج ويقصدون هذه المساجد في العمرة والزيارة والحج، أو المساجد التي يعني مساجد الميقات مثلا، أو مساجد التي على الطرق السريعة في طريق مكة وطريق المدينة وطريق جدة، تجد أن كثيرا من الحجاج يقصدونها، فلينتهزها إمام المسجد أو قارئ القرآن أو من كان قريبا من أولئك. طيب المبادرة الأخيرة واختصرها، الذي ليس قارئا القرآن أو إماما لمسجد كيف يستثمر هذا؟ شفت هذه الفوائد اللي ذكرناها أو المبادرات، لو لخصتها وأهديتها كهدية معلبة ومقولبة لإمام مسجد أو قارئ قرآن، قلت هذه أفكار طرحها فلان أو سمعتها من أحد المشايخ أو الدعاة أو غيرهم، ربما يعمل بها هذا الإمام ويستفيد منها كل من معه في مسجده، وأجرها يعني نرجو أن يكون أجرها ثبت لي ولك وللفلان واللي أدار المساحة وكل من أعان على نشر هذا الخير أو نشرت هذا المقطع الصوتي وغيره. باختصار، لا تحقرن من المعروف شيئا، لا تحقرن من المعروف شيئا، هذا منهج نبوي. وشعب الإيمان 63، أدناها أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. لاحظ إماطة الأذى عن الطريق، ما أبغى أطول عليكم مهندس حسام، لكن هذه يعني في مجمل ما أريده، وأسأل الله القبول والإعانة. آمين يا رب. أنا في عندي نقطتين شيخ ناصر. النقطة الأولى، أحب أذكر المستمع والمستمع الفاضلة أن هذه مساحة مسجلة. مرة عجبتني المبادرة الأخيرة اللي تفضل فيها الشيخ ناصر، اللي المبادرة السابعة، اللي دخلوا متأخر وما لحقوا المبادرات تقدروا تسمعوا التسجيل في يعني في الدقيقة 57 كانت نهاية المبادرات، بحيث أنكم تأخذوها وتطبقوا المبادرة السابعة وتنشروها لأئمة المسجد. يعني مبادرة جميلة المبادرات بشكلها العام، لكن الأخيرة أعتقد كل إنسان قادر عليها الآن، يعني ما في شخص يعجز عنها. فقط تسجلها على ورقة، ممكن تغرد في تويتر، تمنشن مشايخ، ممكن تنشرها كفكرة، كشيء يتم تداوله. في بس مبادرة بعد ما أخذ ختامية مع الدكتور يوسف، لأنه باقي على المساحة 3 دقائق،
ودنا نختم فيها معاك يا شيخ ناصر، يعني إذا تسمح، يعني طبعا أنت كن عارف طلبي بس ما ودي أصرح لي بشكل مباشر، بس ودنا نسمع صوتك إذا سمحت بعد الدكتور يوسف، إذا سمحت بهالشيء هذا. ممتاز، أتشرف يا مهندس حسام، بس إذا سمحت لي بعد المشايخنا الشيخ يوسف الشيخ عبد الله أكيد، فإذا إن شاء الله إذا استمعنا لهم أنا أبد أكيد. هو في الختام يعني هو متبقي 3 دقائق، وأنا أعتذر نيابة عن الشيخ عبد الله للجميع لأنه عنده خلل تقني، فأنا أعتذر منكم. دكتور يوسف، إحنا باقي معنا 3 دقائق على وقت المساحة، حتى اللي طالبين المايك اعذروني لأن الوقت انتهى وداهمنا واستمتعنا بحديث ضيوفنا. إذا في مجال، بس لنفرض أنت تكلمت عن السعادة، ومعلش يمكن شوي خارج نطاق العنوان، لكن إنسان مقل ومقصر في قراءة القرآن، جميل، أنا اليوم إذا قررت وتأثرت من كلامك ورحت بدأت أراجع في القرآن وأهتم في قراءة، متى وكيف أستشعر فعلا أثر القرآن علي إنه أنا الآن سعيد بسبب القرآن؟ ودي تعطيني كذا لفتة تخليني أنا شخصيا أقوم من مكاني بعد هذا السبيس، أو أي شخص يسمعني ممكن يكون مقصر في هذا الجانب، كيف نستشعرها، كيف شكلها، كيف لونها؟ يعني ما أدري كيف أوصف لك سؤالي أو أطرح سؤالي، لكن أعتقد واضح المعنى اللي أنا حاب أني أوصل له. إذا في مجال نختم فيها معك، أو أي نقطة أنت حاب تتكلم فيها في ختام المساحة، تفضل. الله يسعدك حبيبنا. هو يعني القرآن بحد ذاته والارتباط فيه والانشغال به سعادة، ونحن يعني الله عز وجل بيّن هذا في قاعدة واضحة وظاهرة، فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فدائما هذه الآية يعني تساق، وإذا تدبرها الإنسان علم أن مجرد الإعراض عن ذكر الله، ولما نقول ذكر الله يعني القرآن، طاعة الله عز وجل، الصلاة، الذكر، الغفلة، في الوقت ذاته انظر إلى نفسك أنت، يعني في وضعك العادي البسيط اليوم اللي تملأه بقراءة قرآن، بأذكار، تلزم نفسك بأنك صليت الصلوات كلها في المسجد مع الجماعة، أديت الأذكار الصباح والمساء، قرأت وردك القرآني، ابتعدت عن بعض المنغصات، تجد في داخلك شعور مختلف تماما، رغم أنك في الظاهر لم تمارس أي شيء فيه متعة بمقياس الناس، يعني ما كنت والله في نزهة ولا في تمارس شيء من الأشياء الممتعة في الظاهر، لكن هذا الارتباط بحد ذاته هو سعادة. هذا شيء. الشيء الثاني، المعنى المهم اللي دائما أحذر نفسي وأحذر الإخوة الكرام منه، أن دائما السعادة في طرح اليوم يعني تطرح طرحا مقترنا بمفهوم النجاح، وأن النجاح هو السعادة والسعادة هو النجاح، والنجاح يراد دائما النجاح المادي، يعني النجاح اللي هو الثراء، اللي هو المنصب، اللي هو الشهرة، اللي هو كذا، اللي هو كذا. فبالتالي لما يعتقد عامة الناس أنه والله هؤلاء الناس اللي وصلوا لمستوى معين هم السعداء، يعني الناجحين هم السعداء، رجال أعمال، مناصب علمية، مناصب، فهذه معنى ورط كثير من الناس، وجعل الواقع اللي نشوفه اليوم واقع الشباب والفتيات في اللهاث، في يعني محاولة اتجاه نحو الثراء مثلا بطريقة سريعة وبطرق أحيانا فيها مشقة على النفس، أو الإفراط في بعض الأشياء الشكليات تقليدا اللي ورط كثير من الناس. ولذلك أقرب الأشياء اللي عندنا اليوم يعانيها الناس اللي هو موضوع القلق، الاكتئاب، الضغوط النفسية، لأنهم ما سلكوا الطريق الصحيح. بينما تجد القرآن في الحقيقة في تقعيده في معاني السعادة وطريقها، تجد أحياناً يعبر عن السعادة أو يرسم لك السعادة مرتبطة بالرضا، ولسوف يعطيك ربك فترضى، وهذا مفهوم يعني للأسف شديد بعض الناس ما يريد أنه يفهم هذا الفهم. الرضا سعادة، وإذا ارتبط الإنسان بالرضا ارتباطا عميقا، وهو يعني أن يعرف ماذا يعني أن يرضى عن الله عز وجل، يعني ترضى عن ما قدره الله سبحانه وتعالى، عن ما أراده الله من أحكام شرعية، عن الوضع اللي أنت فيه، ترضى عن كل شيء، هذا معنى عظيم. وبالتالي يورث في داخلك يعني يورث في داخلك طمأنينة عجيبة إذا أنت استوعبت هذا المعنى، لأنه كثير من مشاكلنا اليوم هي في عدم الرضا. طيب كثير من الناس يقول ما أستطيع، غصب عني، يعني نفسي كل ما رأت شيء تتوق له،
هذا سببه هو بعدك عن القرآن. القرآن يقول فلا تمد يعني ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. فقضية مد البصر إلى الآخرين والمقارنة وحياتي ليست مثل غيري وليش فلان يركب السيارة فلانية وأنا ما أركبها وفلان يسافر وأنا ما سافرت وفلان يفعل وأنا ما فعلت، هذه يعني طامة كبرى اليوم خصوصا لما جاءت وسائل التواصل وكشفت حياة الناس الخاصة. القرآن يثقلك عن هذا الشيء، يصرفك عن هذا الحطاب، يملأك من الداخل. القرآن نفسه غنى، لما تستغني بالقرآن تشعر في داخلك بأنك ممتلئ به وروحك بسهولة تنصرف وتنساق إلى ما هو خير وأبقى. وتجد نفسك عندما تذهب للمسجد، عندما تصلي الجماعة، تقرأ القرآن، أنك تستشعر أن هذه الأجور وهذا الخير اللي حققته أنت به أغنى الأغنياء. وربنا سبحانه يعني أسس هذا في القرآن، وهو من مظاهر التدبر، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يعني على خلاف المفسرين بالمقصود بفضل الله ورحمته، لكن أيا كان المعنى، المعنى يدور على ما يحققه الإنسان من الأجور من وراء الأعمال الصالحة. وهذا المعنى القرآن يدفعك إليه دفعا عظيما يجب أن نربي أنفسنا عليه. عندما تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، عبر عنها القرآن بالباقيات الصالحات. والنبي عليه الصلاة والسلام عبر عنها لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر أحب إليه مما طلعت عليه الشمس. يعني تخيل هذا، من يوم خلق الله الدنيا إلى أن تقوم الساعة، يعني بما في هذه الحقبة الزمنية الطويلة من كنوز وإلى آخره، هذه الكلمات الأربع أحب إلى الله عز وجل وأثقل وأعظم في موازينك. هذه المعاني عند بعض الناس أحيانا تكون نظرية فقط، ما يستطيع أنه يلتذ بها ويستغني بها. القرآن هو الذي يدفعك لهذا الشيء. القرآن أيضا عبر عن السعادة بالحياة الطيبة، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وتنظر أيضا كيف ربطها بالعمل الصالح، كيف ربطها بالعمل الصالح. نحن مشكلتنا اليوم ضعف العبادة في حياتنا، ضعف احتساب الأجر في كل الأعمال في حياتنا، لأن هي سعادة. أنا أذكر في موقف قريب كنت في المطار، فكان أحد الموظفين يساعد أحد المسافرين كبير في السن من الجنسيات الآسيوية، وساعده يحمل معه الحقيبة ثقيلة جدا. فقلت له أنا جزاك الله خير يعني أجر عظيم. قال لي يا أخي أصلا هي رياضة. أجابني بهالطريقة، قال لي يا أخي أصلا رياضة. قلت لا يا أخي ما هو أصلا رياضة، هذا أجر والرياضة تبع لهذا الموضوع، لا تفوت على نفسك. ما كان يريد هذا المعنى. فكونك أنت في مثل هاللحظات هذه اللي أنت تصير لك دائما في يومياتك، لو فقط استحضرت النية في كل صغيرة وكبيرة، يعني الابتسامة صدقة، إمارة الطريق، الأداء على الطريق صدقة، لبس الحذاء باليمين أجر، السلام عليكم هذه خير عظيم. لما تستشعر هذه المعاني وتحتسب الأجر فيها، وهي عبادات يسيرة جدا جدا جدا، تستمع للقرآن في الطريق ويعني بنوايا كثيرة، ستجد في داخلك الاكتناز للحسنات بطريقة لها تأثير في تثبيتك وقوة إيمانك وتطلعك الأخروي. لأن من أعظم مقاصد القرآن في رسم السعادة في حياتك أيها المؤمن هو التعلق الأخروي منذ أن تصبح إلى أن تمسي، والتقليل من التعلق بالدنيا. ولذلك آيات القرآن جاءت بطولها وعرضها في تشبيه الدنيا ب يعني الحصيد اليابس والسراب، ولماذا؟ لكي لا تتعلق بها، لكي تفهم حقيقتها. فإذا التحول يكون أخروي، فبالتالي كل ما تفعل في حياتك حتى اللقمة تضعها في في امرأتك يكون لك بها أجر، بل حتى ما هو أكثر من ذلك. هذا معنى القرآن يؤسسه في داخلك. ولذلك الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، تطمئن قلبك إلى الذكر والطاعة إذا أنت أعطيته يعني ما يستحق من التعظيم. واضح جدا المعنى، ومرة شكرا دكتور يوسف، خاصة في جزئية استحضار النية في التفاصيل البسيطة. لما ذكرت القصة، قصة المسافر مع الرجل الكبير وقال لك والله إنها رياضة، هي فقط تغيير الفكرة ويتحول المعنى ويتحول الأثر. بشكل نعم، شكرا جزيلا على هذا المعنى الجميل.
وأرجع أكرر أنه يعني حنا في ختام المساحة، مضى على الختام تقريبا 7 دقائق. إذا شيخ يوسف حاب تقول في دقيقة كلمة ختامية حول عنوان المساحة، إذا حاب تقول شيء قبل أن أنتقل للشيخ ناصر وأختم، تفضل دكتور. والله يا أنا أطلت عليكم بالحديث وأكثر، ولكني أمتعتنا. لا تعتذر، بالعكس أنت أمتعتنا وأثريتنا، ويعني شكرا جزيلا على وجودكم. بالعكس إحنا ودنا تمتد أكثر، لكن حفاظا على وقتك ووقت المستمعين والمستمعات لابد أنه تنتهي في وقت محدد. فتفضل إذا حاب تقول شيء في دقيقة حول عنوان المساحة نختم فيه. والله يعني أنا فقط أجدد شكري للقائمين على آيات وعلى رأسهم الشيخ ناصر، ولك أيضا أستاذ حسام، وأذكر نفسي وأخواني الكرام ب يعني القرآن، القرآن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا القرآن، يعني أكثروا من قراءة القرآن، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. انشغل بالقرآن قدر ما تستطيع، وهذا الكلام لا يقوله مثلي حقيقة، يعني أنا أعظم المقصرين، لكني ما زلت أجاهد نفسي وأرجو من الله أن يعينني ويعين الـ يعني كل من حضر معنا هذه الليلة لتكون انطلاقة شرة جديدة. كل ما تستطيع أن تفعل من أجل أن يقوي صلتك بالقرآن، في كونك تتعلم التجويد، في كونك تلتحق بدورة، في كونك تستمع إلى القراء الذين تحبهم، في كونك تجتمع مع أهل بيتك على فهم يعني جزء عامة أو الكلمات الغريبة، أو كل ما تستطيع أن تبذل من جهد أو عمل يقربك للقرآن، لا تتردد فيه، لا تتردد فيه، والله لن تجد شيئا تشغل به نفسك وحياتك مثل القرآن. ومن الطريف أنا في برنامجي على قناة الرسالة صح تلاوتك، تواصلت معي أخت من تونس عمرها 72 سنة، عمرها 72 سنة، يعني كان برنامجنا على الهواء، وحفظت القرآن عمرها 65 سنة، ثم بعد ما حفظت القرآن وعمرها 65 سنة إلى أن وصلت 72 تعلمت 3 قراءات. الآن هي تقرأ القرآن ب3 قراءات، تقرأ بحفص وبورش وبقلوب. وأنا يعني الحقيقة لو أخبرني أحد بهذا الأمر لقلت ربما هذا مبالغة ولا كذا، لولا أن هي اللي اتصلت يعني وحدثتني عن تجربتها في هذا الموضوع. فالأمر الذي أريده يسير لمن يسر الله له، ومن أراد أنها يعني مشكلتنا نحن فقط في نفوسنا الثقيلة، في اهتماماتنا اللي مشتتة يمين يسار، في همومنا اللي أي هم بسيط يحزننا ويأخذ علينا حيز ويشغلنا، هذا الذي يجب أن نوقفه ونتجه بأسرع وقت للقرآن. واضح جدا دكتور يوسف، وأكرر شكري لك على وجودك معنا اليوم كضيف، أسعدتنا وأثريت المساحة، وعنواننا اليوم كان عنوان بوجودكم يعني أعطتونا لفتات جدا جميلة، وإن شاء الله دائما نتشرف بوجودكم معنا في مساحات قادمة بإذن الرحمن الرحيم. وبنتقل للشيخ ناصر. شيخ ناصر، يعني إذا في مجال نختم حول الموضوع عنوان المساحة، وبنفس الوقت يمكن أنت على علم أنه أنا من الناس اللي أحب سورة الضحى بشكل كبير جدا، وودي أني أسمعها في صوتك إذا تسمح لي في ختام المساحة، أو أي آيات أيضا قرآنية أنت حاب يعني تطرحها معنا، فأكون لك شاكر ومقدر. تفضل شيخ ناصر. يا ربي يكون سمعني الشيخ ناصر، ما يكون في أحد جالس يحلف عليه الحين. والله كنك تدري يا حسام في واحد ثاني. لا أقول لك حسام الحين وقف وبسوي له كتم في المايك، ما في إحنا في الختام. الله يكرمك. أنا أول شيء استمتعت بحديث الدكتور يوسف، حديثه دائما ممتع ما شاء الله وملامس الواقع. يعني أهم ما يقال بس في هذه الخاتمة، أن الموسم الفاضل أشبه ما يكون بالصفقة المربحة، سهلة المنال، لكنها لا يعان عليها الإنسان إلا بسؤال الله التوفيق. لما نقول في صفقة والاكتتاب فيها بمبلغ زهيد لكن ربحها عالي، تعرف احنا كبشر نتهافت او نرغب على الاقل انه نستثمرها. سبحان الله المواسم الفاضلة الربح فيها عالي جدا، وخاصة لمن وفقه الله، لكن المبادر قلة. الخير نعم في الأمة لا شك، لكن ليش اليوم يعني انا تكلمت قبل كم يوم في السناب عن الكسل مثلا في الطاعة أو الفتور في الطاعة، كثير من الأخوة والأخوات فعلا شاركوني نفس الهم، مع أن الربح واضح. دائما المواسم الفاضلة إيش تحتاج؟ تحتاج إلى تهيئة، أنك لما يكون اقترب الموسم تكون مهيئ لها، لأن الموسم ما يطول، يعني 30 يوم في رمضان، 10 أيام أو 15 يوم فقط في الحج، وهي خير أيام السنة.
فإنسان نومه متلخبط، جانب الارتقاء والإيمان ضعيف أو زاد الإيمان ضعيف، فيدخل عليه الموسم ويخرج وهو بالكاد استطاع أن يدرك مثلا جزء منه. فرضا أدرك صيام يوم عرفة، نعم خير وبركة، لكن كان عندك مثلا 10 أيام قادر أنك تستثمر فيها أكثر مع الله سبحانه وتعالى. كذلك في رمضان تجد كثير من الناس ما يدرك إلا ليلة 27 أو بعض ليالي العشر مثلا، وعنده 30 يوما تقريبا قد يكون لم يستثمرها بعد. فدائما إذا الإنسان إذا عرف قيمة الشيء استعظمه واستثمر حق الاستثمار واستعد له. لذلك بعض الناس قبل دخول العشر إيش كان يسوي؟ مثلا بدأ يصوم الاثنين والخميس، مثلا بدأ يحاول المكث في المسجد أكثر. يعني الآن أنا أصلي الفجر وأجلس في المسجد بالكاد 10 دقائق 12 دقيقة 15 دقيقة، وتجد أنك مثلا والله تثاقلت البقاء. البعض أصلا ما يستطيع يجلس، ليش؟ ما اعتاد على البقاء، يعني يسلم ويقوم مباشرة. أنت حاول دائما تروض نفسك قبل المواسم، وفي المواسم مش تحتاج؟ تحتاج أنك تضغط على نفسك وتبادر وتزيد من الإصرار والاستعانة بالله. يعني تريد الإعانة، طيب سألت الله في سجودك أن يعينك على الصبر على الطاعة، لأن هذا نوع من أنواع الصبر، الصبر على مشقة الطاعة، الصبر عن المعصية، الصبر على الطاعة، الصبر على قضاء الله وأقداره سبحانه وتعالى. فاليوم إيش الأثر اللي أنت قد تريد أن يبقى لك، وإيش المبادرة اللي عملتها مع نفسك للإقبال على هذا الخير، وما هو الاستعداد الذي استعددت به للدخول في هذا الاستثمار الذي هو مستثمار المواسم الفاضلة؟ احنا نتكلم الآن عن شيء راح، طيب باقي ما زال قدامنا أيام وساعات ولحظات شريفة وعظيمة، جاهد نفسك فيها. اللي كان عنده تقصير في جانب إدراك تكبيرة الإحرام أو الصف الأول أو النوم عن الصلاة، قاوم نفسك وساعد مع إخوانك تساعد، وهذا يذكرك. وما رأيت أفضل من المحافظة على الصلاة، إذا حافظت على الصلاة سبحان الله العظيم استقامت كل أمورك. فمن أصلح صلاته أصلح الله حاله، ومن قدم صلاته على كل شيء قدمه الله في كل شيء. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لأنها صلة بينك وبين ربك، كل مشاكلك مرتبطة بهذا الأصل العظيم. فإذا ارتخى هذا الحبل، حبل الصلاة أو الصلة بينك وبين الله، نالتك الهموم، الغموم، الاكتئاب، الكركبة اللي في حياتك، الفوضى، الشتات الذهني، عدم التوفيق، قلة البركة، بينه وبينك كل هذه المعاني موجودة في حياة كثير من الناس اليوم. حتى نحن ترى نعاني من هذا أحيانا. بسبب ماذا؟ مو بسبب أنك ما تصلي، لا، بسبب أنك أدائك للصلاة ليس إقامة حقيقية. فكلما اتصلت صلاتك وقويت أو قوي ارتباطك بالله، استقامت كل حياتك. وإذا ضعف هذا الارتباط وهذه الصلة، بدأت ينفذ منها يعني مواضع الخلل. فأسأل الله لي ولكم الإعانة والتوفيق والسعادة. احنا ما نحبط بعض ترى، ولا نخذل بعض، احنا جالسين نقول أننا نحتاج نكتشف أن عندنا خلل في حياتنا، في طريقة استثمارنا المواسم الفاضلة، في طريقة حياتنا بشكل عام. نحتاج نتمسك بالأصول دائما في زمن الفتن. أصولنا هي الواجبات، والقدر الإمكان البعد عن المحرمات. أصلك اللي أنت تشوف أنك إذا تصدقت اليوم بموية أو رحمت مسكين أو تصدقت على يتيم، شعرت بسعادة عظيمة من حقك. لكن صدقني إذا صليت 4 ركعات بخشوع وتأودة وسكينة وجئت مبكر، ترى هذا الأصل عند الله أعظم. ليش؟ لأنه يقول سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. أحيانا الشيطان يدخل علينا ويسول لنا، وهذا من تلبيس إبليس، أنه يحبب إلينا النوافل أكثر من الواجبات والأركان والفرائض. لكن ما المطلوب؟ أنك تتمسك بالفرائض وتجعل هذه النوافل تسد الخلل. يعني احرص على النوافل، لكن احرص قبلها على الفرائض. شكرا مهندس حسام، وشكرا للأخوة والأخوات، وسامحوني إذا طولنا عليكم، وأسأل الله لي ولكم القبول والسداد. آمين يا رب العالمين. بالعكس ما في إطالة شيخ ناصر،
والله يكتب أجرك، وشكرا على الكلمات الطيبة اللي تفضلت فيها، وكانت مساحة جدا راقية وجميلة. ويا رب يعني أنا دعوة يعني أقولها لآيات، إن ودنا فعلا يكون في أكثر مساحات أكثر، ودائما تجونا في الوقت الجميل. ودنا في الختام يعني نسمع صوتك يا شيخ ناصر إذا سمحت. والضحى والليل إذا سجى، أنت عارف أنا مرتبط بهذه السورة بشكل كبير، ودنا نسمعها بصوتك إذا سمحت، إذا في مجال. الله يكرمك. بس كنا بنسمع الدكتور يوسف أول أظن. أنا لا، أنا ختمت مع الدكتور يوسف، لكن إذا حاب يقول شيء في الختام أيضا ما في مشكلة. كان ودي بس نسمع تلاوته. الله يحفظه. الله يسعدك. أن كلنا مشتاقين لصوتك حبيبنا الشيخ ناصر. أبد نسمع. أنا أقول شيء، أنا عندي شوية كذا يعني، خلينا نقول طمع شوي، نسمع الشيخ يوسف والشيخ ناصر، معلش خلينا نستفيد وأجر لنا. فنبدأ مع الشيخ يوسف إذا يسمح لنا. يا ليت والله. يا والله يا ليت والله. لا نبدأ بالشيخ ناصر عشان يعني الحماس كبير، ما انت حمستنا الان قبل شوي شيخ حسام. انا ابدا عشان بس ونفسي ان شاء الله يختم لنا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل اذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم، صدق الله العظيم. شكرا جزيلا للشيخ ناصر، الله يكتب أجرك يرفع قدرك يا رب العالمين، ممتن لك. آمين يا رب. الدكتور يوسف حبيبنا. يعني أنا الآن متحمس، لأن وقت ما نوهنا الشيخ ناصر توقعت كمداخلة، لكن الآن متشوق أني أسمع قراءتك صراحة. تفضل دكتور. الله يسر. بما تيسر لك تفضل. سم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب، إن كل نفس لما عليها حافظ، فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق، يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر، يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر، والسماء ذات الرجع، والأرض ذات الصدع، إنه لقول فصل، وما هو بالهزل، إنهم يكيدون كيدا، وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. صدق الله العظيم، صدق الله العظيم. جزاك الله خير حبيبنا. يعني لو بقيت الأسماء على تلاوة ناصر لكان هذا ختام جميل.
لكن أدوني ما أكون شوشت الأسماء بعد تلاوة الشيخ ناصر. بالعكس بالعكس يا شباب يوسف بالعكس بالعكس الله خير. أنت والشيخ لا ناصر. بالعكس يا فضيلة الشيخ يوسف أبو ونس أنت حبيبي من تسلم. هذا اللي يقال لا عطرة بعد عروس. جعل أمرك طويل حبيبي. الله يسعدكم. ترى يا حسام فيه كتاب للشيخ يوسف جميل أنا ودي أنوع عليه وبيستفيد منه الأخوان والأخوات، اللي هو كتاب 40 فائدة قرآنية تجيبك عن أسئلة مهمة لديك عن كتاب الله سبحانه وتعالى للشيخ يوسف الدوس. الله يسعدك. الشيخ يوسف طبعا معروف يعني هو عضو هيئة تدريس جامعة الإمام وإمام وخطيب جامع ثنيان في حي النخيل في الرياض، ويعني ممن له ما شاء الله قدم سبق في الإمامة والخطابة، يعني أظن في أكثر من قرابة 30 سنة ما شاء الله. الله يسعدك نستفيد منك شيخ ناصر الله يحفظك. هذا الكتاب ما أدري يا حسام لو في جرير موجود في جرير ها؟ إيه نعم. لو في تغريدة شيخ يوسف لو في تغريدة فيها الكتاب موجود عندك سابقة إذا موجود أرسل لي على الخاص نرفعها في المساحة نسهل. أنا صورت الكتاب يا شيخ إذا تبون أرسله لكم الآن. في تغريدة موجود هل الكتاب مغرد به سابقا؟ اي تغريدة قديمة لكن عاد ايش اسم الكتاب؟ ايش اسم الكتاب يا دكتور؟ هو 40 فائدة قرآنية. 40 فائدة قرآنية. فائدة أعطوني ثواني عشان نسهل على الإخوة الكرام الوصول لها. أنت سبق وغردت في 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 حسابك يا دكتور يوسف عن الكتاب؟ اي موجود نعم. غردت كتبت اسم الكتاب في التغريدة ولا لا؟ الآن سأرسله لك. يا ريت والله. في كتاب انت غردت فيه اسمه أسرار تسمي شيخ ناصر تفضل. فائدة قرآنية نعم وصلت لها التغريدة، بس لو تتأكدي بمناسبة رمضان الآن في جرير وغيرها كتاب 40 فائدة قرآنية لمحبكم يوسف الدوس وهو أحكام مختصرة حول القرآن سيفيد الأئمة ومناسب للمساجد. اي نعم هذه التغريدة موجودة فوق إخوان الكرام، لو تسووا لها تفضيل عندكم أو ريتويت بحيث أن بعد المساحة يكون سهل لكم تأخذوا التفاصيل، لكن على كل حال حسب التغريدة هي موجودة الكتاب موجود في مكتبات جرير. هذا هو التغريدة موجودة فوق، نعطي كده ثواني للوصول لها. طيب أول شيء نحن في الختام شكرا جزيلا، نعتذر أننا طولنا عليكم، المفروض أنه قفلنا المساحة ساعة 10:30 لكن الجمال الطرح والذكر الجميل جذبنا، نعتذر لطلبين المايك الوقت داهمنا. الشيخ يوسف دكتور يوسف شكرا جزيلا أن قبلت الدعوة من قبل آيات وشرفتنا اليوم في المساحة. والله هذا تشريف منكم ومن آيات الله يحفظكم. تسلم حبيبي. أنا ما أدري الصوت قفل فجأة، لكن على كل حال بعيد مرة ثانية لأنه كان المايك مغلق. هذه مساحة مسجلة، تابعوا حساب آيات الله يحفظكم، بتلقوا في رابط موجود واضح جدا، فقط شغلوا تشغيل التسجيل. الشيخ ناصر حاب تقول شيء قبل لا نختم؟ فتحت المايك شيخ ناصر. بسلامتك يا مهندس حسام، شكرا لك على إضافتك، جزء كبير من جمالية هالمساحة وجودك ترى ما شاء الله. الله يرفع قدرك يجبر خاطرك يا شيخ ناصر، منكم نتعلم ونستفيد. أنا اللي ممتن لك على كل شيء جميل تقدمه لضيوفك الكرام ضيوف آيات الكرام اللي شرفونا اليوم. الله يسعدك، شكرا لكم جميعا، نلتقي على خير إن شاء الله يا رب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، استودعتكم الرحمن. كتاب الدكتور موجود فوق 10 ثواني ونختم المساحة. تحياتي للجميع.